شيماء وإسراء، شيماء وإسراء. وكمان رسائل جميلة جدا من أستاذ صالح عبد الشافي، أستاذ عبد الحي علي، مشاعر غالية. ولاء، شفتوا ولاء كمان، أستاذ حمدي يوسف، وزهرة البنفسج، دكتور تامر المغازي، أستاذ طاهر أبو زيد. بشكركم جدا على الإعجابات الجميلة دي والرسائل الحلوة دي. هقرا الرسائل بعد ما ياخد تليفون شيماء. ألو، شيماء صباح الخير حبيبتي، فينك من يوم كمان دلوقتي؟ حبيبة قلبي، شكرا. أنا صبري يعني خرجنا، أنا بقيت أغني معاه وهو بيغني. ايوه طبعا، كلنا لازم شفت نغني بقى معاه. الطاقة اللي جرولك؟ صح، هو ده. ربنا يكبر بخاطره. بمناسبة جبر الخواطر بقى، ايوه أنا عايزة حضرتك تعملين حلقة كده ولا اتنين عن جبر الخواطر. انا بحب جبر الخواطر اوي والله. لا أصل الواحد من كتر ما خاطره كسر كتير يعني، وخاصة في الآونة الأخيرة، فبجد اتمنى ان حضرتك تعملي حلقه عن جبر الخواطر بجد. حاضر حاضر حاضر. انتي بتجبري خاطر الناس؟ ياه كتير ده، لان انا قريت عن جبر الخواطر كتير امبارح طول الليل عماله اقرا، ويعني ما عبد الله بشيء احب او افضل من جبر الخاطر. لو الناس تعرف كده يعني ما تكسرش بخاطر حد. حلو قوي جبر الخواطر، حلو قوي قوي. يا ريت يعني حضرتك بجد، اتمنى ان يعني على حاضر الاسبوع الجاي كده او اللي بعد، لان بجد عندي كلام كتير عايز اقوله. حاضر ان شاء الله ان شاء الله. بالنسبه للاحساس العام ده، انا مفرق. زي ما قلت لك حضرتك الاسبوع اللي فات، بس ما كانش في وقت. شفتي، ما جبنا لك شخصية، ما لبيبه، اتكلمتي عن انا لبيبة. عارفه رغم انها طيبه جدا وتحس انها يعني ومندفعه، بص انها ايوه، طيبه بس طبعا على نضوج هي يعني، انا هبكى شويه عنها. ما بصي، بتستناش تفرح يعني، اوعى تفرح. وبعدين بتندفع، وبعدين في نفس الوقت بعد ما تندفع وتعمل تصرفاتها، ايه ده؟ ويعني وبتبقى فاكر ان التصرف اللي بتعمله صح وبيطلع غلط. بصي، انا فيها جزء كبير من الشخصيه دي وبحاول اقاومه، لكن الحمد لله انا بحاول، انا عندي توازن دلوقتي. بس مشكلتي بقى ان حالتي، ان الاحساس العالي ده بيأثر على حالتي الصحيه طبعا دكتوره ناديه. طبعا، ما هو ده اللي قلناه في بداية الحلقة. بزعل شويه، الاقي نفسي مش قادره ادوس على رجلي، يعني انت عارفه الاقي نفسي يعني حالتي الصحيه اتاثرت كتير، لانه بجد بتاثر. انت عارفه لو شفت فيلم مثلا او مسلسل، يعني كان في مسلسل اسمه الاصدقاء، كان بيجي بتاع الاستاذ اسماعيل عبد الحافظ، كان 3 اصدقاء. عايزه اقول لك ان بسبب الحلقه الاخيره دي فضلت تعبانه 2 اسبوعين من كتر ما انا عيطت. تخيلي يعني، في لسه حد بيعيط على مسلسلات وافلام لحد دلوقتي؟ انا عارفه، انا عارفه ده بجد. عبط، انا بسميه عبط لا مؤاخذه يعني. طب وبعدين نعمل ايه في المشكله دي؟ انا مش عارفه يعني، انت عارفه كتير قوي تمنيت ان انا اقول ان قلبي يعني، وبتعامل مع ناس كتير قلبهم حجر صوان، فبقول يا ريت ان انا قلبي ده ما كانش بيحس. لا لا، بس الاحساس ده نعمه من عند ربنا. انتي عارفة، اول مراحل التغيير للي انتي عايزاه هو ايه؟ هو لحظات الوعي والمراقبة. انتي بدأتي تبقي صاحية جدا لنفسك وتراقبيها، طالما وعيتي وراقبتي تأكدي انك بتتغيري. طب هو غلط يا دكتورة ان انا اكون حساسة؟ اه طبعا، ده بالتأكيد. طب ما دي ما هو قلت لي دي يعني، انت عارفه طب انا ممكن لو انتي شفت انتي مرتاحة؟ بقاش مشكلة غير اكنها مشكلة يا يعني دكتورة. طب خليني اسألك، انتي مرتاحة بهذا الوضع ولا تعبانة بيه؟ لا تعبانة جدا، انا عايزة قلبي يبقى جامد شوية. طيب، هو اصل احنا ما خلقناش عشان نعذب نفسنا كده، ربنا سبحانه وتعالى رحمن رحيم، فاحنا نقسو على انفسنا لهذه الدرجة؟ طبعا لا والله يعني، بقسو يا دكتورة، ده لا. انا اتحاسب بذنب اللي عملته في نفسي والله. طيب، ما هو ده بقى اللي اتكلمنا عنه، جلد الذات افضل. لو انا بقى اللي احمل نفسي هموم الدنيا كلها، او احمل نفسي هموم الاخرين كلهم، او احمل نفسي هموم اي متغير بيحصل في الحياة، لا، هوني عليكي. بس هو عايز اطمنك لنقطة اللي قلتها لك، طالما بدأتي تراقبي نفسك وترفضي تصرفات وتراقبيها وتسجليها على نفسك، انا مسلسل كذا قعدت اعيط، انت يرضيكي كده، انا مش عارف ايه، قعدت ايه، يبقى انت هنا دخلتي في مرحلة تانية خالص غير شيماء، خرجتي بره شيماء وبتبصي يا دكتورة عليها نادية، أنا عايزة أقول لحضرتك على وتنتقديها. حاجة، أنا بحاول أتغير، بس هناك بعض الأشخاص يقول لي عمرك ما هتتغيري، هتفضلي زي ما أنت. طب الكلمة دي مش حرق الدم يا دكتورة نادية؟ لا لا، خالص خالص. يعني معناها إيه؟ ما معناها إن بيحبطني أو بتحبطني، أو بيستفز فيك التحدي والإرادة. انتي بقى هنا النقطة الأساسية ايه؟ استقبالنا للأشياء هو أهم من حدوث الأشياء.
انت بتستقبلي ازاي كلام الناس، بتستقبلي ازاي المتغيرات اللي حواليكي، المواقف اللي بتمري بيها، ده اخطر بكتير جدا جدا من الموقف. تعاملك مع الموقف اخطر من حواليا يبقوا شايفيني مثلا، يبقوا شايفيني في حاجات كتير اتغيرت، تقول لي مثلا اللي اتغير فيكي حاجه لا تنفع ولا تضر. طب ما تشجعيني، شجعيني مثلا ان انا احاول ان انا ابقى احسن مما انا فيه. شجعي انت نفسك. اشجع انا يعني مش لاقي حد يشجعني، اشجع شيماء، طبعا. اشجع شيماء ان شاء الله وتبقى احسن باذن بص، الله. هو انت لما تشجعي شيماء هتستفيدي ولا هتتضر؟ ده انا هستفيد كتير يا دكتوره نانسي. خلاص شجعي شيماء، احنا مش طول الوقت هنستجدي الدعم والتشجيع من الاخرين. ومش هنستجدي برضه عطف الاخرين وان هم ده ينفعوا ساعات عطفهم معانا. الاخرين لما بتستجدي عطفهم بيفقدوا تعاطفهم معاكي، تخيلي. اكيد اكيد طبعا، عند حضرتك حق، وعشان كده بسمع الحلقه وباذن الله حتى ان انا هستفاد ان شاء استفاده الله كامله يعني باذن الله. اكيد اكيد. انا هخلص بس مكالمات والرسائل، ويعني الفاصل القادم هيكون ان شاء الله في يعني خطوات اساسيه نتبعها للتغيير. وما تنسيش حضرتك الحلقه بتاعت جبر الخاطر بالله عليك. حاضر حاضر ان ماشي شاء حضرتك الله. في رعايه شكرا الله. مع شكرا. السلامه. مع مع السلامه السلامه. مع السلامه. على التليفون التاني اسراء هتصفر شويه شويه وخد عيني. صباح الخير عليك يا إسراء، صباح الفل. ايه بقى، في ايه، في ايه النهارده؟ محدش هيقدر عليا النهارده لا يرد عليا باي حاجه. لا هنقدر. لا مش هتعرف ليه، هي غني لي شويه شويه، ما هو